أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجواء جميلة جدا هنا ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة. البرتغال في مواجهة الأرجنتين، الإثارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. كما تشاهدون على الشاشة تشكيلة منتخب البرتغال، في حراسة المرمى سيتواجد روي باتريسيو، جواو كانسيلو سيلعب رفقة غوريرو في مركزي الظهير، روبن نيفيز سيبدأ مع برونو فرنانديز في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد كريستيانو رونالدو. الأرجنتين عرفت المجد العالمي في مناسبتين، عامي 78 في الأراضي الأرجنتينية وذكريات كيمبس، و86 في الأراضي المكسيكية وذكريات الأسطورة مارادونا. كذلك خسروا النهائي في أعوام 30 أمام الأورغواي، 90 و2014 أمام الماكينات الألمانية في المناسبتين. واضح لان تشكيلة المنتخب الارجنتيني، ايميليانو مارتينيز يشغل حراسة المرمى، كريستيان روميرو سيلعب الى جانب اوتاميندي في الخط الخلفي، ليونيل ميسي سيبدا مع دي ماريا في مركزي الاجنحة، وفي الامام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. إذا تنطلق المباراة مع المنتخب الأرجنتيني. كريستيانو رونالدو، تمريرة خاطئة هنا بدون عنوان والكرة بتضيع. ليونيل ميسي، ألفاريز، تدخل يدرس هنا من أجل استعادة الكرة. يسير باتجاه المرمى الآن، كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. بيبي، ملعوبة إلى كانسيلو، برونو فرنانديز، برناردو سيلفا، راية مرفوعة وتسلل قريب جدا. أعتقد مع تواجد رونالدو بالتأكيد في أمال وتطلعات كبيرة على مستوى اليوم. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. تسديد، مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير بالتأكيد. حلوة الكرة، حلو التنفيذ، حلوة التسديدة، لكن الكرة ضاعت بسنتيمترات قليلة أمام المرمى. برناردو سيلفا، جواو كاسيلو، برناردو سيلفا، ضغط عالي ناجح، هل يسفر عن شيء؟ تدخل مثالي داخل ال 18، تقدم من جانب برناردو سيلفا، هل يشكل خطورة الآن؟ خطيرة للتقدم الآن.
يا رب، هدف لمصلحة البرتغال، هدف لأحفاد يوزيبيو. نشوف الهدف من جديد، بينية ترسل بشكل خطير، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر. تعامل مميز مع ضغط الخصم ومن ثم تسديدة المميزة في الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. بيبي، تمريرة بدون تركيز وبالتالي كرة مقطوعة تذهب للفريق الآخر. يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. لكن تروح الكرة وبتضيع الفرصة. بيبي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. جواو كاسيلو، كرة تصل لنيفيز، تصل عند كانسيلو. برناردو سيلفا، الكرة عند رونالدو، عنده فرصة للتسجيل، والكرة في المرمى. هدف يعزز تقدمه بهدفين الآن. مع الإعادة شاهد البداية البينية الجميلة وصناعة هدف من جانب رونالدو، وثم موقف واحد على واحد، تأتي التصويبة القوية في المرمى لا يمكن التصدي لها. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن 2-2. غيريرو، الاستحواذ اليوم في مصلحة الفريق المستضيف بهذا الشكل وهذه السيطرة. يقدم الفريق نفسه بصورة ممتازة في الملعب وعمل رائع في الحقيقة، وفي رأيي هم في طريقهم للفوز بنتيجة مريحة اليوم. لا جديد، محاولة هجومية أخرى في هذه الأثناء، وكرة في المرمى. لم يكن هناك أي فرصة لحارس المرمى، شوف اللقطة، الحقيقة أن اللاعب تمركز، تحرك، طلب الكرة، الله على النهاية من مسافة قريبة في المرمى. جواو كاسيلو، برناردو سيلفا، خطيرة لكريستيانو، والتسديدة، والكرة تصل إلى الحارس. تألق كبير من حارس المرمى. الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس. رافائيل غوريرو، برونو فرنانديز، الكرة يفقدها الفريق. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. جواو كاسيلو، تصل لبرناردو سيلفا، تدخل سيء في اللقطة الماضية، يستحق عليه البطاقة الصفراء. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. كرة هدف في هذه اللحظات. أوهو، اعتراف في منتهى الروعة. تلعب في عمق ال 18. إذن الصافرة تعلن نهاية التسجيل. انطلاقة الشوط الثاني من المباراة مشاهدينا، والنتيجة تشير إلى تقدم المنتخب البرتغالي في هذا اللقاء.
تدخل ناجح على الكرة. رافائيل لياو، رونالدو، فرصة هدف. تصدي هنا لكن اللعب مستمر، وهنا تكتب نهاية الفرصة. دي ماريا تقدم باتجاه المرمى، خطيرة عن دي ماريا. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت تشكل خطورة. تدخل ممتاز واستعادة للكرة بدون خطأ. قد نشاهد هجمة مرتدة خطيرة الآن. رونالدو متمركز في وسط منطقة الجزاء، يمكنهم تنفس الصعداء الآن. رمية تماس لمنتخب البرتغال. غيريرو، كريستيانو، محاولة لركل الكرة لكن بتعدي بجوار القائم إلى خارج الملعب. واضح بأن المدرب سيلجأ إلى دكة المدراء في اللحظات القادمة. لوتارو مارتينيز، وصلت إلى كارفاليو. رافائيل لياو، تدخل واللاعب يفقد الكرة. يا لعيب، شوف الكيك اوت في اللقطة الماضية. هذا دفاع مثالي داخل ال 18. هذه فرصة هدف. اللاعب يتسرع في اللقطة الماضية ويحاول من مسافة بعيدة. يا رب، الدون يضرب، الدون يقصف المرمى. القذيفة من بعيد من صاروخ ماديرا. الله على كريستيانو رونالدو. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. استخلاص الكرة في مناطق الخصم، تسديدة من رونالدو. مستحيل، مع كل هدف يسجل تشعر بأن هناك حاجة لتسجيل المزيد. متى سيتوقفون؟ خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. إتاحة الفرصة في هذه الكرة. الله على اللقطة، شوف التوقيت الممتاز في التدخل. راية موجودة إذن، وفرصة هدف بالضيع. حكمة ممتازة تعود للقطة من جديد وتخرج البطاقة الصفراء. تمريرة رائعة خلف الدفاع. يا رب، موسيقى. الله على اللحن، على الكلمات، على التوزيع، عمل فني متكامل. أوه، على هذه الكرة. هاتريك من الدون، هو الكل في الكل، هو الهجوم، هو الدفاع، هو الهاتريك، هو النجم، هو من يسجل بكل الوضعيات. أي شخصية وأي سطوة وأي جبروت. الهجوم المرتد يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. والكرة بتضيع في هذه اللحظات. ينجح الضغط العالي في استعادة الكرة. ثمان دقائق تفصلون عن نهاية المباراة. تدخل رائع لاستعادة الكرة. يتقدم بالكرة.
الخطورة مستمرة. أوهو، تدخل كان حاسم في هذه اللقطة. فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن أن تشكل خطورة. ضاعت المحاولة، ضاعت الكرة المرتد، المساحة أمامه في هذه اللحظات. ما زالت هناك خطورة. هدف للجمهور، هدف لتقليص الفارق. العودة ما زالت بعيدة، الفارق كبير في المباراة. يحاولون حتى النهاية لتسجيل وتقليص الفارق أكثر. النتيجة الآن 6-1، 5 أهداف تفصل بين الفريقين. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة. وصلنا لنهاية المباراة والنتيجة هي خسارة. حلوة الكرة، حلوة التنفيذ، حلوة التسديدة، لكن الكرة ضاعت بسنتيمترات قليلة أمام المرمى.